سأتقدم بواحد التوضيح حول بعض المؤشرات العددية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. بطبيعة الحال جمعية الأمل للمعاقين تسجلها 1998، والهدف ديالها هو المساهمة في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي ديالهم طبيعة الحال. بالنسبة لبعض المؤشرات حول الإعاقة بالإقليم، عندنا في الإقليم ديال طاطا 7.1 تقريبا في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة، 7.2، علما بأن المعدل الوطني ديال الإعاقة هو 5.1. إذا هنا تيتبين لنا بأن المعدل الإعاقة في الإقليم ديال طاطا مرتفع. إلى حسبنا على العدد الساكنة ديال الإقليم ديال طاطا، غنلقاو بأن أكثر عندنا في طاطا أكثر من 5000 ولا 6000 شخص في وضعية إعاقة على مستوى الإقليم ديال طاطا، وبطبيعة الحال بمختلف الإعاقات، على مستوى يعني الإعاقات البصرية، الإعاقة الحركية، والإعاقة الذهنية. يعني علما أنه إقليم طاطا يطبع عليه واحد الطبع اللي هو جغرافي، اللي هو صعيب شوية، وبالتالي أنه يعني التحديات والمعاناة ديال هذه الفئة باعتبار بعد الإقليم على المراكز اللي تتهتم بهذه الفئة يعني يكرس من بعض المعاناة ديال هاد الأشخاص. ما غنمشيش بعيد، يعني بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة يقيسهم ما يقيس، ولكن بحدة أكثر، يعني ما يقيس الساكنة ديال الإقليم. تنعرفوا بأن معدل الهشاشة في الإقليم ديال طاطا يعني مرتفع جدا. إذن إلا زدنا الإعاقات نلقاو بأن الفئات الأكثر هشة هي الأشخاص، فئات الأشخاص في وضعية إعاقة. بالنسبة للأسباب، الأسباب ديال يعني تفشي هذه الظاهرة ديال الإعاقة بشكل كبير بالنسبة للإقليم ديال طاطا، هناك عوامل كثيرة جدا. غنقول بأن في دي قبلين كان بعض الأمراض اللي كانت منتشرة، والحمد لله بحال مثلا الشلل دابا الحمد لله ما بقاش، رمض الحبيبي اللي سيعطينا بزاف ديال الاعاقات البصيره ما بقاش، ولكن عندنا عوامل اخرى اللي هي خاصه ذات الطبع، يعني داك الزواج العائلي، يعني زواج الاقارب يعطينا، يعني ثم كذلك بعض يعني القضيه ديال الولادات اللي ما تتخضعش المراقبة الطبية، يعني هذا الشيء كامل تتضاف إلى عوامل أخرى وهي اللي جعلت معدل الإعاقة داخل الإقليم مرتفع. بالنسبة للجمعية ديال الأمل، يعني عندنا تقريبا إلى حدود الساعة تقريبا ما يقارب 900 شخص وضعية إعاقة منخرط بالجمعية بمختلف يعني الفئات، يعني ذكور إناث تلقوا بأن معدل الإناث أكثر من معدل الذكور. مثلا عندنا بالنسبة للإناث 491 يعني امرأة منخرطة بالجمعية بمعدل 61% من هذه الفئة، وكان الذكور 320 تقريبا شخص في وضعية إعاقة منخرط. يعني بالنسبة للأطفال أقل من 15 سنة عندنا تقريبا عندنا 58 في يعني الإناث، وعندنا 50 في الذكور. يعني فقط بعض المؤشرات اللي هي تدل على انه يعني عندنا المساله ديال الشاب ما بين 15 و35%، عندنا 119 بالنسبه للاناث، وعندنا 174 من الذكور. اذا بالنسبه للوضعيه عامه، يعني الوضعيه عامه، يعني غنقول بان الاشخاص في وضعيه اعاقه بالاقليم هناك معاناه كثيره جدا. ملي تنمشيو للقضيه ديال التمدرس، الحمد لله يعني مؤخرا هناك واحد تجاوب، هناك واحد التعاون بيننا وبين المديريه الاقليميه ديال التعليم، على الاقل تمكننا باش نرفعوا من العدد ديال التمدرس بعد التحسيس، بعد اللقاءات التحسيسيه والتواصليه مع الساده المديرين ورؤساء المؤسسات التعليميه. ولكن غنقول بانه لازال المعدل ديال التمدرس ديال هذه الفئه قليل جدا، وحنا تنعتبروا لان الحمد لله المغرب قطع اشواط فيما يتعلق بالتمدرس عامه،
يعني تنهضروا دابا على 100% ديال التمدرس، تنهضروا على اجباريه التمدرس يعني، ولكن هذه الفئه لا زالت النسب المئويه تتراوح بين 30 و40%، بمعنى راه مازال ما وصلنا 50% ديال هذه الفئه، وبالتالي لا يمكن ان نتحدث على تمدرس المواطنين بالنسبه ل 100%، لان علاش هذه الفئه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه حتى هما مواطنين، وبالتالي انه الى بغينا نوصلوا لهذه 100% ولا اجباريه التعليم لابد من الاخذ بعين الاعتبار فئة الأشخاص ولا الأطفال في وضعية أي حق. عندنا حاليا في الإقليم ديال طاطا غياب مثلا أقسام ديال الإعاقة البصرية، يعني مازال ما عندناش الناس تيقراو يعني المكفوفين اللي تيقراو على المستوى الإقليم، رغم أن هذا الحق ديالهم باش يقراو حدا الأسر ديالهم وداخل، يعني ما نحرموش ذاك الطفل من الحوض الأسري ومن حوض الأم، ولكن الحمد لله يعني هناك جهود تبذل، نتمنى إن شاء الله هناك شراكة إن شاء الله تنقوم بإعداد ديالها مع المنظمة العربية لرعاية المكففين في أفق إحداث أقسام خاصة ديال هذه الفئة. الحمد لله بالنسبة للمثال نهضروا على الفئات الأشخاص في وضعية إعاقة الحركية، قطعنا أشواط، هناك دابا إجبارية الولوجيات، لأن كانت في الحق القضية ديال الولوجيات هي واحد الحاجز لتيحل دون يعني أن هاد الناس يكملوا المسار الدراسي ديالهم، يعني ديك الساعات أغلبية ديال المؤسسات التعليمية حتى في المجال الحضري وناهيك بالنسبة للمجال القروي يعني تفتقر إلى الولوجيات. إذن هنا الحمد لله دابا حاليا كاين واحد المجهود يبذل في هذا الجانب، وبالتالي الإعاقة الحركية يمكن أن أقول أن أغلبية ديال الأطفال في وضعية إعاقة حركية الحمد لله راه تيولجوا دابا المدرسة، ولكن كما قلت باقي عندنا الإعاقة البصرية، عندنا باقي الإعاقة السمعية، وعندنا باقي الإعاقة الذهنية والإعاقة يعني خاصة اللي تهضروا على اللقاء تهضروا على الإعاقة الذهنية الخفيفة، يعني ملي تهضروا على التوحد يعني اللي هو عنده واحد مستوى خفيف. إذن هناك جهود نتمنها، ولكن لابد من يعني هذه الجهود يتم تطوير ديالها. كان هناك اقسام اللي ديال المورد والدعم اللي دابا ان شاء الله تتعمل الوزاره على تعميم ديالها، ولكن تنتمنى هذا المسار يتم الاسراع ديالو. علاش ركز بزاف على الجانب ديال التمدرس؟ لان اعتبر ونعتبر في جمعيه الامل المعاقين ان البوابه الحقيقيه للادماج الاجتماعي هو البوابه ديال التعليم، كما تعتبروا ان هذه البوابه ديال التعليم ذو جوده هو البوابه الحقيقيه لتطور المجتمع بصفه عامه، لتنميه المجتمع بصفه عامه، اعتقد كذلك وفعلا هذه قضيه مؤكده 100% ان البوابه الحقيقيه ديال ادماج الاشخاص في وضعيه اعاقه وتحسين الوضع ديالهم سيمر عبر بوابه التعليم، يعني تمكينهم من الحق في التمدرس، مش حتى هذا تمكين، هذا حق دستوري اللي خص هذه الفئه يعني تمتع به. إذن وهنا أهيب بالجميع، لأن المسؤولية ليست مسؤولية قطاع معين، ليست مسؤولية جمعية معينة، ليست مسؤولية أسرة، ولكن هي مسؤولية مجتمعية لتضاف فيه مختلف الجهود باش هذه الفئة يعني تستفد من هذا الحق ديالها كما بقية الحقوق وبصفة عامة، يعني الوجه للخدمات الأساسية بصفة عامة. إذن هذا فيما يتعلق ببعض الإكراهات وبعض الأمور اللي تتعلق بالتمدرس.